فيا قدمتي واحد البرنامج لمدة 5 سنين 6 سنين حبسناه، تحبس البرنامج. جاو ناس داروا بحال داك البرنامج وعيطوا لي قال لك اجي اختي باش تقدمي لينا، ولكن راه كدوزي كاسينغ كتبان لك طبيعيه. وانا بين عليه السلام دونك ماشي طبيعيه. اي الحاجه الوحيده في هذا كنقولها بزاف ديال الناس صحابي عزيز عليهم اللي يقول لهم ديما ايه، ما كنهضرش على التلفزيون كنهضر اون جينيرال. بنادم عزيز عليه اللي يقول لي ملي كتقول ليه لا كتبرصتو مزيان مره نقولوا لا. عمرني ما حكمت على راسي، ما عمرني ما قلت انا درت ولا انا. الناس اللي هما في الدومين او الجمهور هو اللي كيقول هذاك مزيان او هذاك خايب. كاينين الناس اللي عز عليهم رشيد الادريسي كيف كاينين الناس اللي ما عندهمش مع رشيد الادريسي. تو سامبلومون تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.